حذر زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي في بيان صدر عن مكتبه من تنفيذ قانون المساءلة والعدالة بانتقائية، قائلا أن من شأن ذلك أن يدفع وحدة المجتمع إلى الهاوية. تحذيرات علاوي أتت في الوقت الذي بدأ فيه نواب بجمع تواقيع لإقالة وزراء انتخبوا حديثا بتهمة الانتباء السابق لحزب البعث المحظور، من بينهم نعيم الربيعي وزير الاتصالات في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. قال علاوي أن قانون اجتثاث حزب البعث أقره في ذلك الوقت مجلس النواب الأمريكي بطلب من معارضين عراقيين، وذلك قبل التدخل العسكري لإسقاط النظام السابق. وأشار علاوي إلى أن هيئة المساءلة والعدالة أخذت تمارس عملها بانتقائية، وذلك بفرض العقوبات على المرتكب وغير المرتكب بدلا عن العفو على غير المرتكب.